حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. معنا في الاستوديو السيد نجيب كاراكايا، وهو ممثل في مسلسل عاصمة السلطان عبد الحميد، أو ما يطلق عليه بيطات عبد الحميد. هجم هوش كادنس بزن كادنس. أهلا وسهلا بكم أستاذنا. أهلا بكم، الشرف لي أنا برؤيتك. شكرا لكم هجم. إيه الكولارك بداية أستاذ الكريم، هل يمكن أن تعرفوا عن نفسكم؟ في الواقع أنني طيلة حياتي الفنية التي عشتها فوق هذا التراب أعرف نفسي كشخص عامل ويعمل على تشكيل ذاته وتطويرها بالانسجام مع إحساسي وانتمائي لهذا التراب. وكما تعلمون أقوم بأداء الأدوار في الأعمال التلفزيونية، وفي ذات الوقت أنا أعمل في مجال الصوت كموسيقي وعازف، ومهنتي بطبيعتها في كثير من فروعها جعلتني مهتما بالموسيقى. وهذا الأمر أنا أصفه بهذه الطريقة: المقطوعة الموسيقية التي أقرأها، فإنني لكي أستطيع قراءة روح هذه المعزوفة بشكل مناسب يجب أن أكون في ذات الوقت ممثل. كذلك أدائي وتمثيلي لكي يكون جيدا ومقنعا يجب أن أفهم الحالة الروحية والنفسية للإنسان بشكل جيد. وبالتالي فأنني شخص تمتلئ حياته بطرق شتى بالجوانب الفنية، كما أنني أعمل في مجال الكتابة، أكتب المقالات حول محيط حياتي، وفي ذات الوقت أعمل على كتابة كلمات للآثار الموسيقية والألحان. هجم سون يشمش السيد الكريم، يعني في آخر السنوات الأخيرة، 5 أو 6 سنوات الأخيرة، هناك أصبح تحول أو صار تحول في الدراما التركية. يعني الطرز الذي كان سابقا هو يتحدث عن الحب والعشق وهو المسلسلات التقليدية، اليوم في السنوات الأخيرة هناك طرز جديد وتحدث عن التاريخ، يحاول إظهار القيمة والدين والتاريخ الحقيقي لهذه الأمة. واقعي هذا السؤال سؤال جيد جدا، يصف وضعنا الدرامي بشكل دقيق جدا، لأن نحن وبشكل خاص الظروف التي عاشتها بلادنا في فترة 20 سنة الماضية كنا شاهدين على تغير كبير جدا. ما هو هذا التغيير والاختلاف؟ بالواقع الصعوبات التي عشناها في بلادنا، الصعوبات التي أبعدتنا عن قيمنا الوطنية والمعنوية، اعترفنا بها بطريقة أو بأخرى، وبالنظر إلى النتيجة التي ظهرت على الساحة وجدنا أننا في الدراما نستطيع أن ننجز أعمالا منسجمة مع سيرتنا وتاريخنا. كان من أهم هذه الأعمال الدرامية على سبيل المثال مسلسل عاصمة السلطان عبد الحميد. من خلال هذا العمل رأينا أن الذين قدموا لنا السلطان عبد الحميد لفترة طويلة باسم السلطان الأحمر للنيل من تاريخه، رأينا أنه لم يكن كذلك، بل كان شخصا مرتبطا بشعبه وقيمه المعنوية، يعطي اهتماما كبيرا للناس الذين يعيشون في ظل قيادته، وكذلك للمسلمين في كل أنحاء العالم، يتقاسم معهم آلامهم وهو معهم كفرد منهم. في الأعمال الدرامية في تركيا بدأنا ندرك ذلك في آخر 5 أو 6 سنوات، فأن الاختلاف في الأعمال الدرامية عامل في الواقع من الناحية الاجتماعية على رفع سوية الوعي في العديد من النقاط الهامة جدا. وفي ذات الوقت الأعمال التلفزيونية التي أنتجتها قناة تيريتي مثلا، مثل قيامة أرطغرل والذي سيستمر مع قيامة عثمان، وهذه العملية التي بدأت مع الأعمال التلفزيونية في فيلينتيا، نحن الآن بتنا ندرك أننا مع العالم الإسلامي في خندق واحد في وحدة مصير بسقفها الكبير والعثماني، وصلنا إلى حالة نستطيع فيها إنتاج أعمال تلفزيونية تعبر عن هذا بشكل جيد جدا، وهذه نتيجة تبعث على السعادة. بكي هاني سيز نعم، اليوم أنتم الذي ما تحدثتم عنه عن مسلسل السلطان عبد الحميد وأرطغرل، وقبله كان هناك فيلينتا أيضا، ربما ليس كسلطان عبد الحميد، لكن اليوم أستاذ الكريم دريليش أرطغرل أو عاصمة السلطان عبد الحميد وغيره، ربما هم يدورون في نفس الفلك الذي يهدفون من أجله. ما هي الرسالة التي يحاول إرسال هذه الدراما أو هذه الدراما؟ الآن يعني في الواقع الرسالة، ديننا كله رسالة. الناس وبشكل خاص إذا نظرنا إلى المؤمنين منهم نجد ديننا يقول لنا
المؤمن أخو المؤمن. ألا أقولها بشكل صحيح ليس كذلك؟ حسنا، هذه الأخوة ماذا توجب علينا؟ ما هي حقوق هذه الأخوة؟ في الواقع المسلسلات التي ذكرتها في بعض جوانبها تعلمنا، تقدم لنا هذه الإجابة. الآن انظر، إذا نظرنا إلى الذين بجوار السلطان عبد الحميد أو السلطان عبد المجيد أو الذين بجوار السلطان عبد العزيز أو إلى أولئك الذين بجوار الغازي أورطغرل، في الواقع تجد لهم أصحابا ورفاقا من أعراق وشعوب مختلفة. تجد القادمين من بلاد العجم والفرس وكذلك القادمين من دنيا العرب، من العالم العربي. نحن إذن عبر هذه المسلسلات نرسل رسالة الأخوة. عفوا، بالنسبة لنا كل مشروع يبعث رسائل الأخوة هذه هو يبعث الحياة في مجتمعنا ذاته، وأنا في الحقيقة أهتم بهذا كثيرا صراحة. ولهذا السبب الذين تابعوا هذه المسلسلات وجدوا وتزايدت أعدادهم، لهذا السبب تابعونا وأصبحت اهتمامه الأول. يعني في كل هذه المسلسلات تحاول الوصول إلى نفس الهدف، إظهار الإسلام أو إظهار الحقائق، إظهار التباريخ، التاريخ. إذا أردنا نتحدث بشكل مفصل أكثر عن مسلسل السلطان عبد الحميد وكاركتر إسماعيل حقبي، هل يمكن أن تحدثنا عن هذه عن هذا الكاركتر وهذه الشخصية؟ نفس علاقته مع السلطان إسماعيل حقبي في الواقع هو إشارة وتعبير عن الصديق الحقيقي الذي يبحث عنه أي إنسان. فالإنسان أي إنسان حتى لو كان سلطانا في هذا في أي وقت، عندما يجد نفسه داخل مشكلة فإنه سيبحث عن شخص مخلص يستطيع أن يعترف له بذلك ويشكو إليه ما يعانيه. وإسماعيل حقبي هو الصديق المخلص الذي يبحث عنه السلطان عبد الحميد. الشيء الذي أوجد شخصية إسماعيل حقبي هو في الواقع فكرنا وحياتنا نحن، وكل كلمة قد يقولها الصديق لصديقه حتى لو كانت في بعض الأحيان قد تحزن الشخص الذي نبوح له ونعترف له، لا بد وأن يكون لها صدى ونتيجة لأنها قيلت لصديق حقيقي. مثلا مر أمام عيون مشهد الدين، ممكن أن نراها في الشاشات أيضا. نعم نعم، أو لنقل مشهد الصداقة. في الواقع كان السلطان يسأل صديقه إسماعيل حقبي عن كلمة الصديق، لمن قد تقال هذه الكلمة؟ فأجابه الصديق: ليس الذي نحبه بالعقل، وإنما هو الذي نحبه بالقلب ونحبه بالشعور، لأنه امتحان ثقيل. نعم نعم، في الواقع بالارتباط بالسؤال السابق الذي سألتموه أيضا، الشخص عندما يتابع هذه المسلسلات فإنه يرى من هو الصديق وبحق من قد تقال هذه الكلمة، وسيرى أن فكرة الصديق تعني الشخص، الشخص الذي يحميه، الشخص الذي يدعمه ويساعده، ولهذا السبب يحب هذه الأعمال الدرامية. في الحقيقة هذه الشخصية شخصية جدا محبوبة في المسلسل أيضا. من جديد في هذا المسلسل هناك كثير من الخصائص التي يتمتع بها هذه الشخصية. صوته جميل وألحانه جميلة وكلامه جميل وكأنه شخص مكامل أو مكمل. هل هناك سبب لهذا الاختيار هذه الشخصية على اعتباره مهتم بالصوفية بكلامه بصوته؟ هل هناك سبب لاختيار هذه الشخصية ما أنها خاصة بهذا الشخص؟ في الواقع إسماعيل حق بهذه الهمة نشأ ورب نفسه. كل شخص أتواصل معه يرى عندي شيء من الجمال في هذه الشخصية، وكلهم يعزو هذا الجمال ليس لي أنا، ليس للشخصية، وإنما الاعتقادات والأفكار التي تحمل هذه الشخصية. وفي الواقع سبب ظهور شخصية إسماعيل حقبي إلى حد ما كان هذا بالذات. كما قلتم الآن إسماعيل حقبي عندما يذهب إلى الزاوية أو التكية يكون زاهدا درويشا تراه فيها. عندما يدخل القصر تجده باشا بكل معنى الكلمة. في الدار الموسيقى نجد أنه معلم هناك وأستاذ. عندما يذهب إلى المسجد يأخذ مكان المؤذن ويؤذن، نراه هنا صاحب وظيفة دينية. نعم، الآن في الواقع نحن نصف شخصية المسلم. شخصية المسلم كيف يجب أن تكون؟ يجب أن تكون هكذا. نقول إسماعيل حقبي كمعلم هو أب لتلاميذه، وفي ذات الوقت بالنسبة لأبنائه هو معلم، بالنسبة لزوجته هو صديق لها أيضا، بالنسبة لأقربائه هو أهم ملاذ قد يلجؤون إليه. وحقيقة الشخص الذي يستطيع أن يجمع كل هذه الصفات في ذاته وحياته هو في الواقع سيكون فعلا
مؤمنة متميزة. أصلاً ده بو كاركتر هنا في الحقيقة. هذه الشخصية عندما نظرنا عندما ننظر إليها موجودة أيضا متكررة في مسلسل السلطان عبد الحميد ابن العربي، في شخصية ابن العربي، حتى في مسلسل فيلنتا رأينا شخصية القاضي، وكأن هذه الشخصية موجود في حياة كل شخصية ناجحة أو قائد أو سياسي، موجودة هذه الشخصية ليدلها على الطريق الصحيح. الآن الأكثر سؤالاً اليوم، هل عاش عبد الحميد أو سلطان عبد الحميد في الحياة الحقيقية؟ ما تحاولون إظهاره أم فعلاً هناك مبالغة أم هناك حقيقة ما عاشه سلطان عبد الحميد؟ في الحقيقة إن الذي تابعه المشاهدين الكرام من الصعوبات التي عاشها السلطان عبد الحميد في المسلسل قد عاشها في الواقع أضعافا مضاعفة على الأقل 10 مرات في الحياة الواقعية. في هذه العملية العصيبة المليئة بالمشاكل التي عاشها السلطان عبد الحميد، هكذا تخيلوا أنه قد جعل نفسه أسيرا في قصر يلدز، حبس نفسه في قصر يلدز. لماذا؟ لأنه إذا لم يستطع المحافظة على نفسه من الأخطار القادمة من الخارج ومن هنا وهناك، فإن إدارة كل جغرافيا الدولة العثمانية من حجرات قصر يلدز لن تكون عملا سهلا. تعرض السلطان لهجمات كثيرة من جهات مختلفة، لا تحدث فقط عن الهجمات القادمة من الخارج، بل أيضا عن المهاجمين من الداخل. أتحدث هنا عن الخيانات. في ذلك العهد كان موضوع الحديث هو حركة جون ترك. حركة جون ترك في ذلك الوقت انطلاقا من فرنسا تقريبا كان هناك أكثر من 20 دولة تدعمه. نتحدث أيضا عن الإنجليز المتأهبين في كل لحظة لفتح حرب مع الدولة العثمانية، وروسيا التي مهما بدت أنها على وفاق مع الدولة العثمانية حول مشروع الخط الحديد الحجازي، فإن العبء الذي ألقته على كاهل الدولة العثمانية في مسألة البلقان هي حقيقة وواقع تاريخي. الآن عندما ننظر وسط كل هذه الصعوبات والمشاكل، سنجد السلطان عبد الحميد في غرفة صغيرة في قصر يلدز، ولكنه يحاول من خلال خريطة موجودة أمامه وفي عقله كذلك أن يتعامل مع كل هذه الأمور ويديرها بكفيه. السلطان عبد الحميد، الصعوبات والمشكلات التي شاهدناها في المسلسل في الحقيقة عاشها السلطان مضاعفة 10 مرات على الأقل في الحياة الواقعية. شخص واحد فقط وقف على قدميه منتصب وسط كل هذه الصعوبات فقط لإعلاء كلمة الله والحفاظ على سلامة الأخوة الإسلامية وفي كل مكان، هو السلطان عبد الحميد. Peki hocam, niye Abdülhamit? Niye Abdülhamit? Çok güzel bir soru. سؤال وجيه جدا وفي مكانه. لماذا السلطان عبد الحميد؟ أنا هكذا أوصف الموضوع في الواقع. لكي تفهم الغازي أرطغرل يكفي أن تفهم السلطان عبد الحميد. لكي تستطيع أن تدرك روح الفتح في عالم السلطان محمد الفاتح خان، يجب أن تنظر إلى السلطان عبد الحميد الثاني. لهذا السبب السلطان عبد الحميد، لأنه يحمل مميزات كل السلاطين العثمانيين وبشكل خاص السلطان سليمان القانوني، يافو السليم، بايزيد الصاعقة، لأنه يشبه السلطان مراد الثالث إذا جاز التعبير، الذي رفع سوية الدولة من النواحي الصناعية والعسكرية، وكذلك السلطان محمود الثاني وبشكل عام، لأنه يحمل خصائص معظم سلاطين الدولة العثمانية. لهذا السبب السلطان عبد الحميد. وهو أيضا آخر أقوى سلاطين الدولة العثمانية. هو اختصار وتجسيد للدولة العثمانية. نعم، هو شخص اعتلى عرش الدولة العثمانية في آخر عهدها، ولكنه يظهر كاختصار لكل أمجاد الدولة العثمانية، وواحد من أبرز السلاطين الذين أظهروا قوة ودراية ووقار الدولة العثمانية. حسنا أستاذ الكريم، يعني اليوم في مسلسل السلطان عبد الحميد هناك مسلسلات أخرى أيضا، يعني هل هذه المسلسلات أيضا يعني التي تعرض أيضا يعني مثل السلطان عبد الحميد، هل هي حقيقية؟ يعني ما تحدث عنه أكثر، ما تحدث عنه أكثر شيء في الفترة الأخيرة وهي مقطع حميدنا، هل هي لجلب المشاهدة أم أنها حقيقة وقعت في الحقيقة؟
بشكل دقيق جدا أستطيع أن أقول. أود من هنا أن أرسل السلام والتحية لكاتب سيناريو مسلسل عاصمة السلطان عبد الحميد الصديق العزيز أوغور أوزونوك، وهو حقا واحد من الذين طوروا كثيرا فن السيناريو والعمل التلفزيوني في تركيا، وهو كاتب بارع. أوزونوك هو صديقي وأكلمه دوما. عندما سألته كيف تكتب هذا السيناريو، من أين تأتي بالأحداث، قدم لي الجواب، وهو جواب مليء بالمعاني وسأستأذنه في أن أقوله هنا. قال لي حرفيا: أنا لم أكتب شيئا، بل كتبت، أي أجبرت على الكتابة. وهذه نقطة مهمة جدا. الإجبار على الكتابة ماذا يعني؟ يعني أن هناك إلهاما، هذا قسم من جوابه. القسم الثاني أيضا له علاقة مباشرة بسؤالكم: في زمان السلطان عبد الحميد، الدخول على السلطان من خلال الأشخاص المقربين منه في قمة السلطة، عبر الحديث عن رؤية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع السلطان، أو يوجه رسالة وكلاما للسلطان، لم يحدث فقط مرة واحدة، بل هي حالة تكررت كثيرا. والمشهد في مسلسل السلطان عبد الحميد لم يكن فقط لمجرد ضرورات النص والسيناريو، بل هو مشهد حقيقي في ذاته. كل هذه التفاصيل حدثت وليست فقط مرة واحدة، بل مرات عديدة. ويتم الحديث الآن أنه تم تنبيه كاتب السيناريو أن هذه الحكاية تنسب لسلطان آخر، ولكن حقيقة أن هذه الحادثة وقعت كما وقع الكثير من الحوادث المشابهة، يعني أن يرى أحدهم رسولنا الكريم في رؤياه مع السلطان، أو يوجه كلاما للسلطان ويخاطبه باسم حميدنا. تم يعني سلاطين آخرين عاشوا هذه المشاهد في مسلسل السلطان عبد الحميد. في أصعب الأزمان أو أصعب المشاهد يحاول السلطان عبد الحميد التركيز، أو حتى المسلسل التركيز على شخصية واحدة، سلطان إسماعيل حقيبي أو تحسين باشا. يحاول التركيز على هذه النوعية من الأشخاص في الأيام الصعبة، يحاول التركيز ويحاول إرسال رسالة من خلال هذه الكاركترات أو هذه الشخصيات. في بعض الجوانب المعلم إسماعيل حقيبي، مثلا الدولة العثمانية حقيقة كانت وسط كفاح شديد جدا، والأعداء يهجمون بكل عنف من كل جانب، والشخص الذي سيخطر في بال السلطان في هذه الحالة هو المعلم إسماعيل حقيبي، فنراه يحاول تهدئة السلطان في حديقة القصر ويقول له: كونوا متأكدين أن جنودكم مؤمنين بالله ويحبونه، وجنودكم يخافون الله ويتقونه. وهذه الأفكار ترفع من معنويات السلطان. ومن جانب آخر، نجد تحسين باشا في المرحلة التي عاش فيها السلطان أكبر المشاكل، كان يقترب من السلطان ويهمس في أذنه، يقدم للسلطان الدعم ويقول له ما من شأنه رفع معنوياته. وفي الواقع كل هؤلاء سواء في المسلسل أو في الحياة الواقعية هي الشخصيات التي نبحث عنها في الحياة، ونحاول أن نوجد مثلها في الحياة، ووجدت، ولهذا وجدت في المسلسل، وهذا توجه مهم جدا. يعني كما تعرفون أن هذا المسلسل يعرض في الكثير من الدول العربية. السلطان، أو مسلسل السلطان عبد الحميد، أو حتى مسلسل فيلنتا، أو مسلسل قيامة أرطغرل، يشاهد بشكل كبير. لماذا يشاهد؟ في هذه الدول لماذا يشاهد بشكل كبير؟ ما هو السبب؟ في الواقع إذا سمحتم لي لأتكلم بكل وضوح، تخيل معي عائلة، ولهذه العائلة خمسة أبناء، خمسة أولاد ذكور، ثم تبعثرت هذه العائلة، وكل واحد من أبنائها ذهب في جهة، ولكنهم يكنون لبعضهم البعض مشاعر المحبة. الأب والأم يريدون أن يجمعوا أبنائهم مجددا في مكان واحد، ويتألمون ويتحسرون كأب وأم على حال أبنائهم. الأخوة أيضا يشتاقون لبعضهم البعض، ولكن ما العمل إذا كان أحد الأخوة في سوريا والآخر في فلسطين والآخر في الجزائر؟ تبعثروا في كل الأرض.
لأن الأخوة يشتاقون لبعضهم البعض، أصبحت هذه الأعمال التلفزيونية هي القاسم المشترك بيننا. ثم تعلمون كما أعلم أنا أن الذين يتابعون أعمالنا التلفزيونية في العالم العربي هم أكثر بكثير من الذين يتابعوننا من الأتراك، وتعلمون أن عدد البلدان التي تبث أعمالنا يتجاوز 80 دولة، وأن علاقة هذه المسلسلات بتراب تلك الدول وتاريخها قد يتجاوز علاقتها بترابنا نحن وبتاريخنا بأضعاف مضاعف. هذا ماذا يخبرنا؟ يخبرنا الإنسان يتابع لأنه يشتاق، لأنه يتذكر. أكثر شيء يتذكره ويشتاقه الإنسان هو قطعا سيحبه أكثر ويتابعه أكثر. هناك لغة خاصة استخدمناها في أعمالنا بشكل خاص، مسلسل عاصمة السلطان عبد الحميد. هذه اللغة مفادها أننا نحن المؤمنين في الحقيقة أمة واحدة تقف في مواجهة الكفر. نعمل على إيصال هذه الرسالة، نستخدم هذه اللغة، وكونوا واثقين أننا لا نملك كإخوة إلا بعضنا البعض. هذا ما يمليه منطق كوننا أمة واحدة. لماذا يتابع الناس في العالم العربي هذه الأعمال؟ لهذا السبب تحديدا، لأننا نمثل الأخوة لبعضنا البعض. ونحن قبل 100 سنة فقط كنا في خندق واحد وكيان واحد، الآن كل واحد منا الحمد لله يقف في دولته ثابتا، وهو على دراية أنه يمكننا أن نجتمع ونتحد تحت سقف فكرة واحدة. وهذه الأعمال التلفزيونية هي أهم الوسائل والطرق التي تجمعنا مجددا في كيان واحد. أيرجا يعني o zamanlarda biz güçlüydük. Yani şimdiden daha güçlü. إضافة لذلك في ذلك الوقت كنا أقوياء أيضا، واليوم ممكن أن نكون أقوى مع الوقت، يعني اليوم مجددا في حال توحدنا مع بعض، لأننا ليس لدينا صديق خارجنا أو معدنا خارج. في هذا المسلسل يحاول المسلسل أن يحرك البحث في عند المشاهدين، عندما يشاهد أي مشهد من المشاهد هذا المسلسل يحاول أن يحرك للبحث في التاريخ وقراءة التاريخ للتأكد هل هناك رسالة لهذه التحريك. طبعا الإنسان بشكل مستمر يجب أن يعيش في وحدة حال مع التاريخ. حتى هناك مقولة شهيرة جدا تقول أن التاريخ عبارة عن تكرر مستمر، التاريخ يكرر نفسه. ونحن نرى في يومنا هذا كيف أن التاريخ حقا يكرر نفسه. ما عاشه السلطان عبد الحميد من مشكلات وأذى وجفاء وسعي الخارج لخلق المشكلات وإلقائها على كاهله، في الواقع اليوم في الجمهورية التركية رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان يعيش ذات الظروف، وهذا أصبح حقيقة حية نراها. وفي النهاية الرسائل التي تعطينا إياها هذه الأعمال التلفزيونية تحضنا على قراءة التاريخ، تحثنا على أن نقرأ ونتعرف على تاريخنا بشكل جيد. وفي النهاية نعم، دعنا نقول أننا في طيات العمل يوجد شيء من الخيال، وبعض المشاهد في المسلسل هي حقيقة قد حدثت، بعضها الآخر لم يحدث، لأن المسلسل في النهاية يتحرك وفق أحداثه وحبكته، هو مسلسل. لكن حقيقة الأحداث التي نعرف أنها حدثت، وكثير من الأحداث التي يوجد احتمال كبير أنها حدثت بالفعل، معظمها تأخذ مكانا في صفحات التاريخ ونحن متأكدون منها. وهذه المسلسلات تدفعنا وتوجهنا نحو التعرف على النقاط التي لا نعرفها من التاريخ. وحقيقة عندما تمكنوا من فهم عهد السلطان عبد الحميد جيدا، عندها سنفهم واقعنا الحالي. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني قبلا توجد بعض الخطوات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة العثمانية ذاتها. هذه الخطوات لو لم يتم اتخاذها لكنا اليوم نعيش عملية حياتية أكثر راحة. بالإضافة إلى كل هذه الأمور، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم توجد إشارة متعلقة بفتح اسطنبول، وهذه الإشارة قد احتوت على معنى وعلى بشارة نبوية، حين قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. هل تستطيع الآن أن تفكر في الجنود الذين كانوا ضمن هذا الجيش عزيزي محمود؟ بعضهم من حلب، بعضهم من الشام، بعضهم من بغداد، بعضهم من مدن بلخ، غيرهم من مقدونيا، بعضهم من سراي بوسنة. تخيل أخي هذا الجيش بهذا القدر من روح الوحدة والتكافل. ونحن نرى أن متابعة هذه الأعمال التلفزيونية بعد مشاهدتها
يحيي فينا روح الوحدة والتكافل هذه التي نتحدث عنها الآن. من هذه الزاوية فإن تعرفنا على التاريخ وفهم الشخصيات التي في التاريخ هي أمر مهم جدا. صحيح، وبالأخص عندما تنتهي الحلقة يبدأ النقاش، هل حصلت هذه المشاهد في الحقيقة أم لا، حصلت في ذلك الكتاب أو بكتاب آخر، يتم النقاش حول ذلك. في هذا الموضوع أستاذ الكريم، هل تريدون باسمكم أو باسم شخصية إسماعيل حقيبي أو باسم المسلسل، هل تريدون إضافة شيء أو إرسال رسالة لمقتكم؟ أشكركم أولا، أشكركم كثيرا على هذه الدعوة، وكل الأصدقاء الذين سمعوا صوتي وتابعوني من أي دولة أو مدينة كانت، أقدم لهم جميعا محبتي واحترامي وتقديري. وفي النهاية من ناحية أنا مجرد جزء من هذا العمل، ولكنني أيضا أريد أن أعبر عن مدى سعادتي ومدى كوني محظوظا عندما أجد نفسي جزءا من هكذا عمل كبير. أنا أرى حياتي بتمامها بالتوازي مع حياة السلطان عبد الحميد ومن خلالها، وأنا نشأت وترعرعت على هذه الأفكار التي يحملها، وأخذت وأخذي للدور في هكذا عمل عظيم، هو حقا أمر يسعدني جدا. أردت أن أقول هذا، وبهذه المناسبة أسأل الله العظيم أن يزيد من عدد هذه الأعمال الدرامية. أرى وأعتقد أنها تقوي من روابط وحدتنا وتكافلنا وتكاملنا، ومسلسل السلطان عبد الحميد أصبح جسرا مهما يربطنا ببعضنا البعض، وكذلك أيضا المسلسلات المشابهة. وأتمنى مشاهدينا الأعزاء الاستمرار في متابعة هذه الأعمال. وبالنهاية أريد أن أقول، لقد أحدثنا فرقا من ناحية ما، والشخصيات الموجودة ضمن العمل يوجد منها شخصيات خيرة إيجابية وأخرى سيئة، يجب أن نتحرك في حياتنا بطريقة تزيد من عدد الشخصيات الخيرة ضمن المجتمع. أما الشخصيات السيئة فوجودها في هذه الدنيا هو أمر حتمي من أول يوم لها حتى آخر يوم كذلك، فهذا الخلاف والجدال الذي بدأ مع قابيل وهابيل سيستمر إلى يوم القيامة طبعا. المهم هنا هو أن تكون دائما إلى جانب الحق والحقيقة، وأن نجعل موقفنا واضحا على قدر طاقتنا واستعدادنا، حتى ولو فعلنا كما فعلت النملة في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث قامت بحمل قطرة ماء وإلقائها على النار التي ألقي فيها عليه السلام. هكذا عبرت عن موقفها، ونحن أيضا سنعبر عن موقفنا كذلك حسب طاقتنا. أنا هكذا أنظر إلى مسلسل عاصمة السلطان عبد الحميد. هناك الذين يعملون ضد إسلامنا وديننا بهدف تخريب وحدتنا وانسجامنا عبر نسج العديد والعديد من الخطط والبرامج، ونحن أيضا يجب أن نقاومهم ونقف ضدهم كمجتمع حسب طاقتنا، البعض ولو بقطرة ماء، البعض بماء المحيط، نقف معا نمثل مجتمعنا. وأنا أرجو وأدعو أن تستمر هذه الروح وهذه المحبة والأفكار. وأوجه سلامي أخيرا لكل مشاهدين الأعزاء، وشكلا خاص أشكركم كثيرا على هذه الفرصة. سلام، جدا ناجح، وهو أيضا شخصية ناجحة جدا. أستاذ الكريم نجيب كراكايا، شكرا لانضمامكم معنا في برنامجنا تركيبنا العربية. مشاهدين الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.